مكتبة يونيو. الثورة العميقة، رحلة الطريق الرابعة في مصر الجديدة. الكاتب محمد شعير. ملحمة المصريين في 30 يونيو، دونها الكاتب الصحفي محمد شعير بأدوات الأدب عبر حكايات ممتعة، وثقت إجهاض المؤامرة الإخوانية على المصريين الحالمين بالحرية الذين ظنوا خطأً في لحظة خارج التاريخ أن الجماعة الإرهابية فصيل يشاركهم الحلم بدولة حديثة. يقول الكتاب إن إرهاصات الثورة بدأت مع الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ومنح لنفسه صلاحيات واسعة تتخطى ما حدده الدستور لمنصب الرئيس. ويستعرض الكتاب خيانات الإخوان لوعودهم بمجرد تسلم مقاليد السلطة في صيف 2012. فمنذ الأسابيع الأولى لولاية مرسي تسارعت خطوات الجماعة الإرهابية للسطو على مقدرات الدولة وسلب مناصب السلطة التنفيذية ومحاولة السيطرة على القضاء وتوجيهه. وخلال الصفحات يحكي الكاتب كيف أوقفت 30 يونيو مخططات تم تجهيزها على مدى سنوات. اختار بموجبها الغرب حليفاً جديداً يرعى مصالحه دون الالتفات لمصالح الشعوب وتوقها لحقوقها، لكن الحليف الإخواني خرج من التاريخ مصدوماً مدحوراً. يتناول الكتاب شهادات المؤلف حول أحداث كبرى، منها مواجهات الاتحادية ومنصة رابعة وتورط الجماعة الإرهابية في قنص الشهداء بدم بارد. مكتبة يونيو.